سكوتك ده يخلي قدامي علامات استفهام كتيرة جدا بصراحة، يخليني أشك. تشك في إيه حضرتك؟ يعني أشك في إن أنت روحتي البيت لما هزاكي وحاتم كان موجود مثلا. وأنا إيه اللي هيخليني أروح لواحدة زي دي؟ نفس السبب اللي خلاك تروحي للاستوديو قبل كده. ممكن لا، قبل كده ما كانوش لسه اتجوزوا. طيب بقى خلاص، السبب أدعى للغيرة والغضب والشك طبعا. الجواز ده خليكي تتجنني جدا، وخدي بالك الحاجات دي تخلي البني ادم يفقد السيطره على نفسه لدرجه انه ممكن يقتل مثلا. حضرتك عايز تتهمني بقتل جوزي؟ لا انا ما اقدرش اقول كده خالص، بس ما انكرش ان كل الملابسات غامضه قدامي. يعني مفيش حاجه لغايه دلوقتي ماسكها بايدي. يعني مثلا دخول حاتم البيت ما كانش فيه اي اثر للعنف. الراجل لغايه دلوقتي احنا مش قادرين نوصل للموبايل بتاعه ولا مكان الموبايل ده فين. يعني سجل المكالمات لما بدانا ندور فيه لقينا ان اخر حد كلمه قبل التهجم عليه بساعتين كان حضرتك، صح؟ صح ولا؟ ايوه يا فندم حصل. طيب مكالمه بسيطه مثلا ما تعديش الدقيقه تبقى ايه؟ اكيد طبعا المكالمه دي مثلا اتخانقتوا انتوا الاثنين مع بعض، فبالتالي لما اتخانقتوا قفل السكه في وشك، فبدات تتصلي بيه مره اتنين تلاته اربعه ما بيردش عليكي. قلقت عليه فقررت ان انت تروحي الاوتيل، طبعا مش هتلاقيه في الاوتيل، فقررت ان انت فجاه تروحي بيت مهي زكي. يعني تساليني طبعا جبت العنوان منين؟ العنوان مش صعب ان انت تجيبيه، فان انا مشهوره ممكن اي حد يوصل لها، صح؟ فجبت العنوان ورحت البيت عشان اكمل معاه الخناق. يا فندم مش منطق ابدا اللي حضرتك بتقوله ده. والله ساعه الغضب مفيش منطق لشيء. انا عايز اعرف حاجه بس، ده كلام حضرتك ولا كلام الهانم؟ ده لا كلامي ولا كلام الهانم. كلام الشعرايه دي، يعني شعرايه طويله سودة لقيناها في بيت ماهي زكي. هو لون شعره استاذ ماهي بس عشان مش فاكر. حضرتك عايز تتهمني بناء على لون شعري؟ وظابط عويل وغشيم. أنا مش هتهمك بحاجة، بس أنا هطلب من حضرتك إنك تساعدينا. يعني هناخد من حضرتك عينة الدي إن إيه نطبقها مع الدي إن إيه بتاعت الشعراية دي. تفتكر ممكن تخصك الشعراية؟ ده غير إن إحنا هنحتاج ناخد من حضرتك بصمات ونرفعها مع البصمات اللي رفعناها من بيت ماهي زكي. واكيد حضرتك مش هتمنع انك تساعديني ان احنا ناخد عينه الدي ان ايه، ناخد البصمات.